اختي داري لبس عليه ام ثلاثه ام انا اللي خرج خلي سمحوا لي على التاخير اللي درت الام بزاف بزاف اليوم غادي ندير الام براند خويا انا خايفه هيجي قلت له سير تسخر وهو عنده العمر في هاد القطه تي عنده العمر في هاد القطه وغادي نقول له صافي غادي نخرجوها وغادي نلوحوها هذا تشوفوا الرياس ديالو غادي تكون شي حاجه صراحه تكون زوينه دابا شنو غادي نديروا هي انا نعسه في هاد البليصه هذه غادي نشدوها نخويونا غادي نلوحوها في هاد البليصه هذه غادي زعما نديروا الماء في هاد البليصه وامي تجي تقول راه 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 يعني فسخات الفراش هو ما غادي تشوف سير 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 المهم هو يمكن جا ما هو شوفوا الى جا غادي نعملو معاه الفيديو جيتي نمشي دابا الصورة ما عرفتش شنو نديرو نديرو شي تحدي ولا باي ولا شي حاجة ماشي فيها ماما بلت بلتي بلتي الحمارة بلتي بلت حيدي حيدي ورا ما تح علاش راسها هنا ورا دارتها شني دابا نخرجوها تخرج فو يلا لا لا غتمشي بحال خبارة صافي ماما راه دارت راه سخات الفراش وسخات بيت النعاس سخات البيت صافي باي باي انا الراي وانا شوار صافي غتمشي لا لا وتخيا وصافي غادي تمشي صافي ولا ما بغيتيش غادي تمشي صافي بغيتها تمشي تي صافي اختي انسي سالتي تما انا الراي وانا خصها تمشي صافي تمشي سلم عليها سلم عليها وسلم عليها وصافي سيري باي باي انا ما رسخات الفراش واش خليها واش خليها ولا رسخات الفراش ما خليها بعد بالثاني ضحكتيني صافي اش وما قاتيها خدي بزاف ويليش انت ميتة حبيتي انا الراي وانا شوار صافي مينوشا باي باي بعد مني اخرجها وانا خرجها فاش ما تخرجش انت مني انا مني وخليها علاش تبقى يلا صافي درتيها وخرجي سيري خرجي صافي والله تنضربك علاش تميت والله تنضربك شامة صغار والله تنضربك مش عارفه صافي احمد خصها تخرج مش وهنا يوم بيت النعاس والاول كيسام هزي خرجي انا خرجي صافي بوحدي والله ما برانك بالله انا درت فيديو بس صافي عرفتي علاش كملت فيديو عرفتي علاش كملت الفيديو بس صافي باش تكون دي اخر لحظه الوداع ديالها داكشي علاش مخليه الفيديو مكمل صافي خلصي باي باي انا غادي نخرج علاش ما بغيتيهاش تخرج والله يا ماما والله يا مجد والله يا مجد والله يا مجد والله يا مجد صافي والله يا مجد والله يا مجد جدا Мы лучше победим. Ой, 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 ой,
شيء شفت فيني شفت فيني لا تضربني انا ابا حمزه لا ما تبغي معايا ولا حمزه هو لا تمشي صافي انا ما جوابي اخذ بيكم صافي خوتي برد شوية عن أم الأم الفيديو ولا بغيتي شي فران أترك داخل يقولوا منا في الأموتر تعجبني قطعت الكاميرا أم ما خوتي بعد بعد مدة طويلة وحنا تنحسوا في مواد أهي تحسا إلا أخويا فران ولا الإحساس ديال ما نبقاش فيها المهم خوتي الا بغيتي شي بلان ات وحده هي الما المهم خوتي الا بغيتي شي بلان ات وحده اخرين ولا شي بزاف حوايج تكون منا في الكومونتير وغادي يقولوا صح شي تقول شي حاجه مزيانه وشي اغيتي تقول زوينه ان شاء الله سنيدا والله الا ضربني على حسب الطاع عطيتيني شنت فيني المهم خوتي ما تنساوش لايك ابوني تفعيل الجرس نخلي الام في صندوق الوصف الانستغرام ودخلوا امنين وباي باي عليكم باي باي بعد مني اخرجها وانا خرجها فاش ما تخرج انت مني انا مني وخليها انا شات بقى يلا صافي درتيها وخرجي سيري خرجي صافي والله تنضربك والله تنضرب يا شامة صغار 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 والله تنضرب هاداك شاش مخلي الفيديو مكمل انا تخرج والله خوتي برد شوية عن أم الفيديو ولا بغيتي شي فران أترك داخل يقولوا منا في الأموتر
تعجبني قطعتك الكاميرا. المهم اخوتي بعد بعد مده طويله احنا تنحزروا في مواد اي تحزف ايش اخويا فعلنا الاحساس ديالنا ما لقيت فيه. المهم اخوتي الا بغيتي شي بلان واحد اخر هي الماء. المهم اخوتي الا بغيتي شي بلان واحد اخر ولا شي بزاف حوايج تكون في الكومونتير وغادي نقولوا صح شي تقول شي حاجه مزيانه وشي اريتي تقول زوينه ان شاء الله. شنو دابا والله الا ضربني احنا احسن طعبتيني شنت فيني. المهم اخوتي ما تنساوش لايك ابوني تفعيل الجرس نخلي الام في صندوق الوصف الانستغرام ودخلوا امنين وباي باي عليكم.